العملية التعليمية وأفضل العملية التعليمية أن يكون الطلاب هم اللي بيتحدثوا أنا بس بدير حوار. في الروبوتكس هذا اللي بربط التعلم بالحياة العملية وهي كثير مهمة، لأنه إحنا بالنسبة لنا تعلمنا أمور كثيرة في حياتنا دون أن نعرف معنى لها. عشان هيك بتلاقوا صور بالإنترنت واحد حاط معادلة رياضيات ضخمة جدا وكاتب عليها فورورد. ليش هيك؟ أوكي؟ فمرة أنا عملت فورورد في الفيسبوك لوحدة من هاي التعليقات، فرد علي أستاذ يعني في الماث، أستاذ جامعي في مجال الرياضيات على الكومنتس اللي تحت، فكتب لي لما تصيروا قدها بتعرفوا لايش هاي المستخدم. فالفكره انه هاي المعادلات مش عبثا محطوش، هاي مبنى عليها جسور ومبنى ابراج ومبنى طائرات ومبنى مصانع على معادلات رياضيه الوضع. فبالتالي ربط هاي في الحياه العمليه، هاي ماده رياضيات بتقول لك جافه، ماده جافه، مش ماده جافه، هي اساس العلوم كله. ما صار كل اختراع في العالم الا هو الرياضيات. فبالتالي احنا بنحكي عن ربط هذا التعلم للطالب مهم جدا. تدريب الطلبة على الاختراع والابتكار.